كيف ترى وضع وعدد الأحزاب في مصر؟ يعني أنا مش قلقان، يعني فيها زاويتين. أنا يعني الكلام دايما إن إحنا عندنا 104 حزب وإنهم كلهم أحزاب ورقية وكرتونية بتتقال كده. يعني أنا والله يعني مش منزعج من الحكاية دي، لأن دي مشكلة أحزاب بتبقى موجودة ساعات شلة، يعني جماعة كده يعني. فالاهتمام بيهم مش دي القضية. أنا القضية عندي مين من دول المؤثر، ودول اللي أنا في رأيي هم دول اللي نركز عليهم. المؤثر هو أولا نمرة واحد إن هو يقدر يوصل للبرلمان ولو بعضو واحد أي من البرلمانين. اثنين، إنه يكون هذا الحزب عنده مشروع وطني من نوع ما متميز. كان أحيانا زمان ده بيستخدم في فترة من الفترات كلمة متميز على إنه طريقة إنك تطلعي ناس برا خالص. لا، أنا بقول لا، أنا عايز يبقى قدامنا في الرأي العام، في الصحافة، في أشكال التعبير المختلفة، إنه بيعبر عن يعني رغبة معينة، إما لإصلاح شيء أو لتطوير شيء أو لفرض شيء جديد أو طرحه على الرأي العام. إنما أنا مش شايف، يعني كثيرين بيبقى في مش كل لغة سياسة، يعني إن الواحد يقول كلام جميل والوطن وبنحبه كل ده ماشي شكرا. إنما القضية في السياسة هي القرار، وزي ما قلنا القرار معناها ثمن وزمن، يعني ده لازم الناس تتكلم عليه. يعني هناك جدول وجود معارضة في الحياة السياسية؟ يعني الكلام ده ما نقولوش كده على إنه وظيفة، يعني لازم حد يكون موجود عشان يتخانق أو علشان يعارض. لا، يعني هنا المعارضة لازم تكون هي حتكون طبيعي. بتيجي ازاي؟ يعني في الفكر والثقافة السياسية المعارضة بتيجي من تعدد المصالح. أيوه. اللي حاصل ان احنا عندنا المعارضة بتيجي مش من تعدد المصالح، من رؤية ايديولوجية، يعني حوالين عملية ازاي نكون المجتمع، ازاي نأسلمه، ازاي نمركسه، ازاي نعمله نلبراله اذا جاز التعبير. يعني دي كلها حاجات أيديولوجية. السياسة تاني هي عملية القرارات الخاصة بإدارة الدولة والمجتمع، وهي قرارات لازم تكون كفء. من هنا يبقى الكلام على ده، لأنه الكلام اللي هو المفتوح ده خلاص، يعني أو ناس بتتكلم وخلاص، إنما مش هو ده اللي بسميه حزب سياسي. كيف ترى مستقبل الحياة السياسية في مصر؟ احنا لسه في فترة ما بعد يعني يناير 2011، يعني حصل مجموعة تفاعلات ضخمة جدا في المجتمع، استمرت 3 سنين، جه نظام حكم نقيض تماما. أيوة. لم يحدث في تاريخ العالم ولا في تاريخ مصر انه حدث تغيير في سنة تجاه جماعة سياسية معينة وبزخم عالي لرفض مشروع تدين السياسه في مصر. لانه انا اعتقد انه الحلم المصري اللي تولد ساعتها هو ان يكون هناك مشروعا قوميا يجعلنا من الدول البازغه، ويجعلنا من الدول الصناعيه الجديده. أيوة. ويجعلنا لنا مكانه يعني تليق ببلد هي اقدم الحضارات في التاريخ. ده جزء من وطنيتنا وجزء من هويه الدوله المصريه. عشان نعمل ده يعني ده موضوع يعني زي ما يقولك كده دونه خرط القتاد، عارفة التعبير الشديد اللي فيه إن الأمر حاسم جدا للغاية. تجارب الدول الأخرى بتقول إيه؟ بتقول أولا إن يكون في قيادة قادرة على إطارة هذا المشروع، ثانيا إن يكون عندك فترة زمنية كافية. يعني جميع التجارب اللي نتكلم عنها النهاردة، كوريا الجنوبية غيره، بتتراوح ما بين 15 سنة و 30 سنة. يعني الصين النهاردة العظمى دي بعد حوالي 40 سنة تقدم وأكتر. الكوريا الجنوبية نفس الحكاية، ماليزيا، يعني كل الأمثلة اللي أنا قلتها كمرجعية واجبة بالنسبة لنا جميعا عند الحوار السياسي في 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 مصر بيبقى لها رولز. مثلا عدم الانخراط في مشاكل خارجية، يعني معظم هذه الدول، يعني حد اليابان مثلا في موضوع بيلوسي رغم انه قريب، وتايوان وبحر الصين الجنوبي وكل الحتة دي، تلاقي اليابان يعني الكلام بتاعها طالع محسوب اذا طلع اصلا. هنلاقي وهي استكملت الزيارة الى هناك. بالضبط، كانت من ضمن الدول الاسيوية اللي راحت. فهي اللي عايز اقوله ان احنا علينا هنا في يعني في مصر انه
باستمرار نرجع إلى هذه المرجعية، ونعرف أنها هتاخد وقت. يعني يمكن جزء من المشاكل الحالية اللي عندنا أنه بعض الأمور كانت السرعة بتخلي عملية إدارة السرعة فيها إشكالية مادية، يعني لها علاقة، خاصة عندما تكون الظروف الدولية غير مواتية. فإحنا يعني علينا أن إحنا يبقى عندنا تحدي جديد، بنقف ناخد نفسنا نتناقش وبعدين نرجع نستمر فيما نحن فيه.